كبيرة جدا هو نعم. أن ليس هناك كتب في علم التغذية الحديث أكيد. تتكلم عن لبن الأنعام إلا القرآن، نعم. الكتاب الوحيد الذي يتكلم عن لبن الأنواع الأربعة أكيد. من الأنعام. أكيد. لما يعني نتصفح أي كتاب في علم التغذية نجد جل الكتب تتكلم عن حليب البقر وحليب الماعز، بعد منها عن حليب الماعز، ولكن لا نجد قليل منها يتكلم عن حليب الغنم، نعم. الضأن أو حليب الإبل كذلك، رغم أن بعض الدول تستهلك حليب الجياد كذلك، حليب الخيل مثل الاتحاد السوفيتي. فالبالقان معروف استهلاك حليب الفرس، حتى أن هناك بعض المنتوجات مثل الكوميس هو يعني لبن مخمر يهيئ من حليب الخيل. الحليب هو المادة الغذائية المتكاملة، ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال فإني لا أعلم، يعني طبعا ليس هناك من يجزئ مثل الحليب، لأن فيه بروتين، فيه دهون، فيه فيتامينات، أملاح معدنية، كل ما يحتاجه الجسم. ليس هناك ألياف خشبية، ولكن تقريبا ما يتبقى من هضم الحليب هو صفر، لا يتبقى أي شيء. ولذلك نلاحظ أن الرضيع قد يتغذى، أنا أقول قد يتغذى مع فعل مضارع، يعني قد يتغذى على حليب، أن الأطفال لا يتغذون عن حليب الأم، قد يتغذى عن حليب الأم لمدة 20 و24 شهر، ليس هناك أي مشكل في هذا. وهذا دليل على أن الحليب يعني هو مادة غذائية متكاملة، ولكن الحليب الذي يتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الحليب الذي نستهلكه الآن لكي لا نضلل الناس. ولذلك أنا دائما أقول أن علم التغذية هو علم معقد وعلم شاسع، ويجب على الناس أن يتحفظوا من النصائح التي تأتي خصوصا من الأطباء، لأن كليات الطب فيها هذه المادة شوية ناقصة. يعني العلم التغذية ليس لا يدرس كعلم، يعني هكذا لا يدرس، لأن علم التغذية ويجمع علوم شتى، فيها الكيمياء، فيها علم الأحياء، يعني فيها البيئة، فيها أساليب الإنتاج، فيها أساليب الصناعة، فيها تكنولوجيا غذائية، فيها بايوتكنولوجيا، فيها أشياء كثيرة لا يمكن للشخص أن يتخصص بالسهولة في علم التغذية. وحتى أنا لما أسمع أن أخصائي في علم التغذية فلا أقدر على تصور هذا الشخص ما هي الدراسة التي درس. فالألبان نجد في سورة النحل هو داخل في التبعيض الذي جاء في الآية من سورة النحل في الأول، في أول الآية، والأنعام خلقها لكم، الأنعام خلقها لكم فيها منافع ومنها تأكلون، يعني ومنها تأكلون يعني تأكل اللحم واللبن كذلك. ولكن أن سورة النحل فيها الأشربة مصنفة، ليس هناك كتاب يتكلم عن الأشربة بهذه الطريقة إلا القرآن، هنا إعجاز. فآيات أربعة فيها الماء وفيها اللبن وفيها الخمر وفيها العسل. الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والآية الثانية وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثم أوحى ربك إلى النحل، عين الآية التي تعرف العسل. الحليب سنعود إلى تعريف القرآن، لأنه هو التعريف الحقيقي، أما تعريف الكتب فهي تعرف، لأن الحليب يعني نحن في المغرب نقول حليب، وأن في الدول الشرقية يقولون لبن، نحن نتكلم عن هذا المنتوج هو اللبن أو الحليب. هو كما تعرفه هذه منظمة الألبان الدولية أنه ذاك السائل الذي نحلبه من البقر الغير مستخدم لأعمال والمستريح والذي يأكل أعلاف جيدة، هذه ليس تعريف، هذا ليس تعريف الحليب. تعريف الحليب الحقيقي هو التعريف الذي جاء في القرآن، لأنه يأخذ بعين الاعتبار عاملان أساسيان، عاملان أساسيان. العامل الأول هو الدم، هناك عناصر تأتي من الدم إلى الحليب، والفرت الذي يعني التغذية، ما يأكله الحيوان هناك منه من يمر إلى الحليب مباشرة، مثل الأملاح المعدنية ومثل بعض الفيتامينات وبعض المكونات الدائبة. هناك أشياء تمثل في الثدي، منها الدسم مثلا، وهناك أشياء تأتي من الدم مثل الجلوبولينات، يعني هذه بعض البروتينات هي الجلوبولينات، من أشياء أخرى تأتي من الاستقلاب الداخلي للبقر أو الغنم أو الضأن أو الإبل، من السيترايت، ومنها بعض المكونات الأخرى التي سنتكلم عنها يعني في الحليب. فالحليب وهذا السائل الأبيض ليس له لون الدم،
وليس لديه رائحة الفرد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى آية، معنى آية، آية هي التي يعني نتدبر ونتفكر فيها وأنها شيء كبير جدا وضخم. وهذا وإن لكم في الأنعام لعبرة، وهذه العبرة يجب أن نعتبر لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرت ودم، أن الحليب يستخرج من الاثنين، من الدم ومن الفرت. الفرت رائحته لا يمكن أن نشمه، والدم كذلك لونه بشيع جدا، يمكن أن نشرب دم ويمكن أن نأكل دم، ومع ذلك نحصل على سائل أبيض سائغ وليس له رائحة ولا شيء، سائغا للشاربين. أن الحليب هو السائل الوحيد اللي يمر بسهولة من البلعوم ولا يحلش، يعني ليس مثل بعض الأشربة، حتى الماء يعني مرات لا يمر بسهولة، لكن الحليب لا يمكن الطفل أن يشرق مثلا لما يكون في الثدي، لأن يكون يرضع لا يمكن أن يشرق هذا الطفل. فهذا السائل يعني هو اللبن أو الحليب الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحليب الذي جاء في القرآن، معنى حيوانات طبيعية وحيوانات غير معالجة بالأدوية البيطرية وبالهرمونات وغير معالجة بالمضادات الحيوية، وأعلاف سليمة، وترعى الكلاء وترعى خشاش الأرض. هذا هو الحليب الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحليب الذي نستهلكه الآن فهو حليب الأعلاف وحليب أبقار معالجة بأدوية بيطرية وحليب في كل فصل، الحليب كذلك له فصله. فالتحليلات التي أجريناها نحن نيت على الحليب نجد أن التركيب الكيماوي للبن الذي يأتي من البقر الطبيعي أثناء فصل الربيع يكون مختلف عن حليب الصيف الذي يأتي من الأبقار التي تأكل أعلاف مركزة خصوص مكون الأيودين والدسم والفيتامينات الريبوفلافين مثلا والسيترات كذلك، هذه المكونات. فيجب هذه المعلومات أن يعلمها، لا يمكن أن ننصح الناس هكذا نتكلم عن الحليب ثم نقول للناس يشربوا حليب وليس حليب، يجب أن نبين الأشياء للناس. فيعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بالقرآن والسنة وأنه يجزئ وأنه مادة متكاملة وأنه، ولكن يجب أن يكون طبيعيا. فإذا كان حليب طبيعي فهو يجزئ وهو جيد في الأدب، إذا كان حليب ينتج في شروط الإنتاج الحديثة فهو ليس الحليب الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نكون واضحين. هذا الحليب فيه مصدر الأملاح المعدنية، في كالسيوم يعني الأول في المعادن، والكالسيوم والفوسفور في حديد، في الأيودين كذلك، في كلور، في صوديوم، في بوتاسيوم، في مانغانوز، ماغنيزيوم، أملاح تقريبا كلها، ولكن زائد الأيودين، معدن الأيودين كذلك موجود في الحليب. ثم فيه الفيتامينات التي لا توجد تقريبا إلا في الحليب، وهي الريبوفلافين. هذه البي 2 الريبوفلافين، في شيء قليل من التيامين والنياسين، في يعني فيتامينات أخرى مثل الإي، فيتامين إي، ولا أشياء قليلة. ثم البروتين، ومصدر بروتين لماذا؟ لأن الحليب تقريبا التركيز اللي أعطيته هو تقريبا 3.5 يعني 35 غرام بروتين في اللتر. في اللتر نعم. هذا البروتين يتوزع على 80% من الكازين، هذا الجبنين أو الكازين. الكازين هو لما يتخثر الحليب، الكازين هو البروتين الذي نحصل عليه كختارة. هناك بروتينات دائبة، هذه الجلوبولينات وكذلك. هذا الكازين على أربعة أنواع، في الألفا إس 1 والألفا إس 2 وكين الكي وكين الجاما. هذا البروتين الحليب هو بروتين جيد غني، ولكنه بروتين صلب جدا، يعني لا يهضم بسهولة. ثم مكونات مثل السيترات، يعني هذا تقريبا كيمشي حتى جوج ونص غرام ديال السيترات في الليتر، هي مهمة جدا للتخمر، لأن بدون السيترات البكتيريا اللبنية لا تخمر الحليب، فالله جعل هذا المحفز في الحليب كي تستفيد هذه البكتيريا اللبنية وكي تختر هذا الحليب. هناك فرق بين حليب الغنم وحليب الماعز، وفرق بين حليب الإبل وحليب البقرة، ولذلك حليب الإبل مثلا فيه دسم منخفض، فيه سكر يعني مرتفع طبعا، وهو يصلح للرضيع. حليب الإبل يصلح للرضيع، وحليب البقر لا يصلح للرضيع. ثم حليب الغنم يمتاز على حليب الإبل وحليب البقر. يمتاز لماذا؟ لأن فيه تقريبا مضاعف، يعني اللاكتوز مضاعف، وفيه بروتين أحسن، بروتين خفيف يعني في الهضم، وهو يصلح كذلك للرضيع. ثم كل الأنواع سبحان الله، الإبل والضأن والماعز تصلح للرضيع وتصلح للناس اللي عندهم يعني أعمار متقدمة مثل الشيوخ، ولكن حليب البقر يعني لا يصلح للرضيع ولا يصلح لهذه الأعمار، لأنه حليب يعني صلب جدا وقوي، يعني قوي في الهضم. إذن دكتور شكرا لك على هذه المقدمة الرائعة. حليب
تدريب الإبل ذكرت طبعا سنخصص حلقة بإذن الله في هذا الموسم. إذن مشاهدي الكرام سنلتقي بعد قليل لنتم حديثنا رفقة فضيلة الدكتور. عدنا مشاهدي الكرام لتتمة الحديث عن الحليب. دكتور، هناك بعض الدراسات أثبتت أن هناك فائدة كبيرة في حليب البقر، وهو أيضا الوقاية من قرحة المعدة، وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عن أهمية لبن البقر في حديثه، قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر. يعني ماذا، يعني كيف توضحون ذلك؟ نعم، هو حالي لا يختلف اثنان في أن الحليب مادة غذائية جيدة. نعم، لكن شروط الإنتاج الحليب هي المهمة. نعم، ولذلك لا نأخذ الحليب هكذا وكأنه نزل من السماء. هذا الحليب جاء من بقر، هذا البقر إذا كان عبر جيني مغير وراثي، إذا كان يحقن بالمضادات الحيوية، إذا كان يأخذ حقنة مثلا، أن يعني البقر الآن يأخذ حقنة كي يكون مشكل يعني التوالد، هناك حقن يأخذها. إذا كانت الأعلاف فيها ذرة عبر جينية وفيها صويا عبر جينية مغيرة وراثيا، ما فيها عوامل نمو. إذا كان العلف فيه عوامل نمو، ما إذا كانت أشياء أخرى يأكلها هذا البقر، فطبعا هذه الأشياء ستمر إلى الحليب. هذه الألف التي ذكرتم هل هي موجودة بالمغرب؟ هل هي موجودة أو غير موجودة؟ هي الأعلاف دوليا، أساليب الإنتاج دوليا هي تقريبا أصبحت هي نفسها، يعني أسلوب إنتاج الحليب في السعودية وفي المغرب وفي تونس وفي الجزائر نفس الأسلوب، وفي أمريكا وفي كندا وفي فرنسا وفي ألمانيا هو نفس الأسلوب. نعم، هي مركزات تعطى للبقر، ثم هناك الباك يعني بالمضادات الحيوية، هذه معالجات التعفن ضرع الحيوان. نعم، الماميت هذه يعني المعروف. نعم، المرض هذه الجراثيم التي تصيب يعني ضرع الحيوان، فطبعا هي تعالج بالأدوية، لا يمكن أذى. فعلينا هذه الحليب لا يعطى للمعامل، لأن يجب أن ننتظر 3 أيام تقريبا حتى هذا المضاد الحيوي يكون يعني مشى، ولكن العليين كيف ما كان الحال فشروط الإنتاج، نحن شروط الإنتاج، ثم نتكلم عن المواد الغذائية. لا يمكن أن أخذ تركيب الكيماوي لمادة هكذا وكأنها نزلت من السماء. هذه المادة أتت من الطبيعة، الشروط التي أنتجت فيها، إن كان بطاطس أو إن كان جزر أو إن كان طماطم أو إن كان زيتون أو إن كان جوز أو لوز أو إن كان بيض أو إن كان دجاج أو غنم أو حليب، أو يجب أن نراعي أساليب الإنتاج. نعم، لأن أساليب إنتاجية التي تعطينا جودة هذا المكون وما هي الأخطار التي يحملها. أكيد، إذا كان الحليب من الحيوانات التي ترعى في المراعي، يعني علف وكلاء طبيعي، تعليف فول ولا شعير ولا أشياء طبيعية، تشرب ماء جيد وبدون مضادات حيوية وبدون عوامل نمو، هذا حليب جيد. نعم، هذا يمكن لأي شخص أن يشربه. نعم، لكن الآن المشكل أن هذه الدورة العبرجينية اللي الآن متداولة في السوق الدولية. نعم، السوق الدولية الآن جميع الدول التي تستورد الدورة وتستورد صويا وتستورد أشياء، هذه السوق الدولية ليس فيها دورة طبيعية، لا يمكن أن نجد دورة طبيعية في السوق الدولية، لا يمكن، من المستحيل. الدورة الآن معروضة في السوق الدولية هي دورة مغيرة وراثيا، لا يمكن لدولة أن تقول بأنها لا تستورد هذه الدورة. وطبعا كل ما تأكله البقرة يمر إلى الحليب. أكيد، ولذلك أن القرآن يعرف الفرد: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. مما في بطونه، فالعصارة البطن يعني هناك 4 معدات عند الأبقار، يعني هناك الكرش والتلافيف ثم ما يصل إلى الأمعاء، يعني فهذه كلها لها مكونات تؤثر في الحليب. يعني حتى أن صورة البقرة لما سيدنا موسى يعني طلب هذا باش يذبحون بقرة، في الأخير تشدد يعني هذا الشروط تشددت من لما رفضوا أن يذبحوا أي بقرة، ولات بقرة واحدة يجب أن يبحثوا عليها. يعني قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فهذه البقرة بدون عيب، بدون يعني لا شية فيها، بدون عيب، بدون أي شيء،
وهنا كذلك يجب أن نستفيد من هذه الآية أن اللحم والحليب يتأثر بحالة فيزيولوجية الحيوان أكيد. فيعني ما الآن ما ننصح به الآن وما نبينه للناس هو شروط إنتاج المواد الغذائية. فالذي لا يعلم أساليب الإنتاج يجب أن لا ينصح الناس بالتغذية، وإلا سينصح بخضر فيها مبيدات ومغيرة وراثيا، أو بدور زجاجية أو خارجة عن الفصل، أو فيها مياه عادمة مسقية بأيام عادمة، أو إنما سينصح بحليب محمل بالمضادات الحيوية وبالهرمونات وبالأشياء الأليرجينية التي تأتي من هذه العلف، وإلا سينصح الناس هكذا يعني عن جهل. فيجب أن يكون الشخص يعني ملما ومدققا في المواد الغذائية، تدقيق يعني عالي جدا، لأن هذه الأشياء نأكلها. الحديث ولذلك أنا يعني ركزت على الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لما يجدون حديث ولما يجدون آية وشاهد فهذا يعني كمسلمين نحن نرتاح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرتاح ونتبعه طبعا. أكيد أن وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أن القرآن، أن الله تقول وما ينطق عن الهوى، يعني لا يمكن، يعني حتى السنة وحي. ولذلك يجب أن يحذر الناس من هذه الأشياء، لأن لما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء لما نزل القرآن 14 قرن و34 سنة، ليس هو الآن، ليس هو الحليب الآن، وليس هو اللحم الآن، وليس هو الدجاج الآن، وليس هو هذه الخضر الآن. فيجب أن طرق الأعلاف كل شيء يتغير، وهذه مهمة للناس، يجب أن لا يتهوروا مع هذه الأشياء. فمن ناحية الأمراض فالحليب أن الأشخاص اللي عندهم حساسية وربو، من الأحسن الآن ليس الحليب هو الممنوع، إنما حليب الأعلاف، باش نكونوا يعني مدققين في الأمور. إذا كان حليب لأبقار ترعى على الكلى وعلى يعني في الربيع فهذا ليس مشكل، وعن الحيوانات التي تأكل الكلى والأعشاب التي في المراعي التي ترعى الأشياء التي تخرج من الأرض، يكون الحليب يعني فيه البيتا كاروتين مرتفع وفيه الأيودين مرتفعة، ولا يكون فيه أليرجينات، ليس هناك أليرجينات يعني مسببات للحساسية. الناس اللي عندهم حساسية وربو والأشخاص اللي عندهم أمراض القلب والشرايين يجب ألا يتناولوا حليب، لأن دسم الحليب كذلك يؤثر يعني على القلب. المشكل النساء الآن، النساء الآن هناك علاقة ما بين الاي جي اف 1، هذا الاي جي اف 1 علاقة 100% كوريليشن 100% مع سرطان الثدي، لا أحد يخالف أكيد. يعني السم مشكل السوماتوتروبين ومشكل الار بي اي جي اتش، هذا هرمون النفو البوفين الجراوت هرمون، ومشكل الاي جي اف، هذه أشياء خطيرة بالنسبة للنساء. ولذلك إذا كان حليب طبيعي لأبقار ترعى فليس هناك حرج أن النساء يشربوا حليب، ما في مشكلة. إذا كان حليب الأعلاف من الأحسن يعني أن تمتنع النساء عن تناوله، من الأحسن، لأن المشكل العوامل التي تسبب سرطان الثدي الآن هي لائحة معروفة جدا يعني. وأكثر من ذلك أن النساء لا تكثر من الألياف الخشبية التي تحتوي على الليجنانات وهي تمنع يعني سرطان الثدي، أن النساء لا تكثر من الأسماك التي تحمل أوميغا 3 كذلك يكبح سرطان الثدي، ثم أن النساء الآن تكثر من الأجبان، اللحوم الأجبان، اللحوم فيها كوليسترول، الأجبان الله أعلم يكون فيها الـ IGF-1 ولا ما يكونش فيها، ولا تكون فيها عوامل النمو، فيكون هناك مشكل، يكون هناك مشكل يعني أكيد. ولذلك نحن ندقق في الأمر، هناك حليب وحليب، إذا كان الحليب لا نمنعه ولا نحرمه ولا نمنعه عن الناس أبدا، إذا كان الحليب طبيعي من أبقار جيدة طبيعية محلية يعني ترعى على الأعشاب التي أخرج الله سبحانه وتعالى من الأرض، هذا حليب جيد من أي مشكل، لا للأطفال ولا للنساء ولا يعني حتى الناس المرضى وحتى الناس اللي عندهم يعني سرطانات وعندهم أمراض أخرى ليس هناك مشكل. قلت المرعى الجيد، هناك بعض الأبقار ترعى في المزابل. نعم، هذا 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 يدخل في فقه الجلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع لنا لحومها وشرب ألبانها في الروايات تقريبا كلها، لكن رواية واحدة اللي ما فيهاش الألبان، ولكن الروايات كلها فيها اللحوم والألبان. لماذا؟ لأن اللحم واللبن يتأثر مما يأكله الحيوان، فاللحم يأتي من العلف والحليب يأتي كذلك من العلف. إذا كانت ترعى في المزابل فطبعا سيكون هناك أشياء خطيرة، خصوص يعني الديوكسينات، سيكون ديوكسينات وسيكون فيروسات وطفيليات تمر إلى اللبن، مشكل تكيسات الآن، مشكل تكيسات، ويأتي من الطبيعة. إذا كان هناك كلاب ضالة مثلا تمر من الحقول، لا تمر من هذه المزابل اللي يكون فيها أشياء خطيرة جدا، اللي يكون مرمي فيها يعني حتى نفايات المجازير والأشياء، فهذه تسبب بعض الأمراض الطفيلية والتي تنقل إلى الإنسان، زونوز هذه التي تنقل إلى الإنسان، وهذا شيء خطير. فنعود إلى
قضية الحليب الأطفال اللي عندهم المرض التوحدي أوتيزم. نعم. والأطفال اللي عندهم سيلياك. نعم. من الأحسن ألا يتناولوا حليب. لماذا؟ لكن حليب الإبل ممكن، يعني سنخصص حلقة على حليب. إن شاء الله. نعم. حليب الإبل لا يدخل مع هذه الأنواع. لماذا؟ لأن الإبل لا زالت لا تعلف. ولا زالت غير مغيره وراثيا والحمد لله. يعني لا في المغرب ولا في الدول الشرقيه ولا في يعني في الدول الافريقيه لا زال هناك، ليس هناك تغيير وراثي. بعد التجارب الان تجرى في بعض الدول الشرقيه مع الاسف الشديد ان بعض البياطره مقتنعين بالتغيير الوراثي، ولكن يعني سيكون هناك يعني كارثه. فهذا الاطفال اللي عندهم المرض التوحدي الاوتيزم ولا عندهم الحساسيه الا سيلياك والحساسيه، من الاحسن الا يقربوا إما هذا الحليب الذي يأتي من العلف المركز أو مركز. حتى من الأجبان، لأن نعم. الأجبان كذلك تدخل في بعض المضافات. نعم. ثم الأمراض الأخرى مثلا مثل الإرسياش وتقرح كرون، يعني هذا القولون العصبي ومرض كرون. نعم. كذلك هذه الأشخاص يجب ألا يعني يقربوا الحليب، لأنه سيكون مشكل، لأن بروتين الكازين الآن، كازين البقر الآن هو بروتين صلب جدا وقوي في الهضم، ويعطي يخلف بعض الحمضيات في بعض الحمضيات الخطيرية على مستوى القولون، وهذه الحمضيات هي التي تسبب انزعاجات على مستوى الامتصاص. وإذا كان حليب الماعز؟ حليب الماعز زيد، ولكن حليب الضأن أحسن. حليب الغنم، حليب الضأن أحسن للرضيع. وغالبية هنا في المغرب دكتور مع الأسف الشديد نحن يوجد حليب الغنم. عندنا غنم في المغرب، ولكن الأنواع التي ترضع يعني صغارها هناك أنواع. عندنا كان عندنا أنواع هذه النعجة اللي كان وجهها أحمر، اللي كان عندها ضرع كبير. نعم. في المنطقة يعني الغرب ومنطقة كذلك ديال الصخيرات حتى هذه كان هذه المناطق كانت فيهم نعجة ديال الحليب. نعم. ضرع كبير. حتى المناطق الأخرى مثل رحامنا ومثل حتى تيمحضيت كان عندنا في المناطق ضرع كبير، وكان الناس يحلبون. نعم. كان يحلبون هذه الغنم، وكان الحليب حليب الضأن جيد. نتمنى أن نتذوق هذا مع الأسف. عندنا السردي، نوع السردي الآن نوع السردي لا يشبع يعني حتى الخروف، ليس فيه حليب كثير. أكيد. يعني ولكن هذا النوع يعني حليب الضأن جيد للأطفال. الرضع هو حليب الضأن للرضيع منذ الأسبوع الأول والثاني ممكن أن يتناول، وليس هناك مشكلة. الكزائن فيه كزين صغير وفيه بروتينات يعني رقيقة جدا، وهي جيدة للرضيع، وكذلك النساء لا تشكل أي خطر. إذا شكرا لك دكتور على هذه المعلومات القيمة. مشاهدي الكرام نلتقي بعد قليل لكي طبعا نطرح أسئلتكم التي تردنا عبر البريد الإلكتروني وصفحة البرنامج، التي طبعا أشكر كل من يرتادها. وهناك العديد دكتور من يقول لك أحبك في الله. إذن سنعود بعد قليل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذه الفقرة الأخيرة، فقرة أسئلة البريد الإلكتروني وأسئلة صفحة الفيسبوك. لكن قبل طرح الأسئلة مشاهدي الكرام دكتور، أظن أنه لديك إضافة. نعم، بعض الأشياء يعني احنا دائما ما نتكلم عن أي مادة غذائية دائما نذهب إلى التركيب الكيماوي. نعم. فولو أنني يعني رجعت إلى هذه الطريقة التقليدية، أملاح معدنية، فيتامينات، بروتين، دهنيات كذا إلى آخره، فهو مادة متكاملة. لماذا مادة متكاملة؟ لأنه في بروتين، ولأن فيه دهنيات، ولأن فيه مواد دائبة، أملاح معدنية وفيتامينات، وكذلك السيترات، مكون السيترات ومكون الجليكوزامين. هذه يعني كتركيب كيماوي. لكن هناك أشياء لا يتطرق إليها الناس في لما، ولكن نحن كعلي تخصص علم التغذية، فالمهم في الحليب ليس هو التركيب الكيماوي. نعم. المهم في الحليب ألا يكون فيه مضادات حيوية، وألا يكون فيه أشياء تشوبه من العلف. نعم. مثل هذه الأليرجينات وهذه الأشياء التي تأتي من العلف. نعم. ثم يجب أن تبقى المكونات بدون تبقى حية، يجب ألا تتلف بالتعقيم أو بالنار، لأن الحرارة تقضي على الأنزيمات. الحليب موجود في أنزيمات، ولذلك الرضيع لما يعني يأخذ تدية أمه يأخذ الحليب طازج في الإيمونوغلوبولينات، والإيمونات يعني مكونات مناعية، ثم يأخذ الأنزيمات كذلك. هذه الأنزيمات هي الـ LPL
اللايبوبروتين ليباز ويأخذ الفوسفاتيز ويأخذ الكاتاليز ويأخذ الأوكسيديز، يعني الأنزيمات التي تأكل في الحليب نفسه. والال بي ال مهمة جدا. يعني فهذه هي المكونات الآن القوية. يعني أتكلم عن تركيب كيماوي عليا، يعني تركيب كيماوي أي شخص يمشي له. طبعا ولكن مهم لمن يريد أن يعرف. فلما يخم الحليب طازج أحسن من المبستر، والمبستر أحسن من المعقم، والمعقم أحسن من المجفف. هذا سؤال ورد لي من الفيسبوك. هل البسترة تفقد الجودة والقيمة الغذائية للحليب؟ نعم أكيد تفقد الجودة، لأن الحليب لما نسخن، الحليب لما نسخنه يفقد 30% منه، هي سخناه غير على النار. أما إذا صنعناه فيفقد أكثر من 50% إذا جففناه أو أشياء هكذا. فتسخين الحليب يجعل بعض المفاعلات الكيماوية مثل مفاعلات ميار. مفاعلة ميار هي تفاعل الحمضيات الأمينية مع السكريات لتعطي ميلانويدات. ولذلك لما نسخن الحليب يعني لمدة طويلة فلونه يتغير، يصبح أحمر شيئا ما، يصبح داكن. فهذه الميلانويدات التي تكون من الحمضيات الأمينية التي تتفاعل مع السكريات، يعني هذه الكيتون والألديهايد مع NH2 للحمضيات الأمينية أو البروتينات، ثم هذه الميلانويدات هي تكبح الهضم، ثم نتلف الـ LPL ونتلف الفوسفاتيز، الأمينوغلوبيلينات مشاو، يعني ما كيبقاوش طبعا، لأن الأمينوغلوبيلينات هي بروتينات رقيقة وهي يعني تتلفها الحرارة. ماذا يبقى؟ يبقى اللاكتوز، سكر اللاكتوز، وتبقى الكازين بروتين هذا القوي، ثم تبقى الدهون في الحليب فقط. ليست هي المواد المغذية. طبعا الريبوفلافين كذلك يعني يتلف بالحرارة. الريبوفلافين حساس للحرارة وللضوء، ولذلك الصناع كيعلبوا الحليب في علب غير شفافة لا تترك الضوء يعني ينفذ. لماذا؟ لأن الريبوفلافين فيتامين بي 2 هذا حساس جدا للضوء وحساس للحرارة كذلك. ولذلك الذين يستهلكون الحليب طازج فهو أقوى أهمية غذائية. ثم إذا خمرنا هذا الحليب طازج، إذا خمرناه بدون بادئات، بدون ستارترز، يعني إذا خمرناه هكذا يعني طبيعيا نحصل على لبن الخض. لبن الخض البكتيريا اللبنية تثبط، يعني تشد الكوليسترول، يعني لا يعني لما يخمر الحليب الكوليسترول ما كيبقاش عنده خطر. هذه البكتيريا تثبط الكوليسترول، يعني تشد الكوليسترول على هذه الخلايا، يعني تشده لأن عندها هذا القوة يعني التي تشد بها، عندها خاصية تشد الكوليسترول. لما نمخض يعني هذا اللبن الرائب ونحصل على لبن الخض، نزيل الدسم الزبدة، نزيل الدسم، ثم يبقى اللبن فيه البكتيريا اللبنية والأنزيمات كذلك الـ LPL، تبقى الفوسفاتيز، تبقى أي شيء فيه، فيكون اللبن بقيمة أعلى 4 أضعاف و5 أضعاف من الحليب نفسه. هذه نعم لبن الخض هو أحسن منها. ولذلك نصل إلى أهمية اللبن. الناس اللي عندهم سكري سكري وارتفاع الضغط والكوليسترول والسمنة وما إلى ذلك يجب أن لا يتناول حليب ولكن يشرب لبن الخض. لبن الخض جيد لأصحاب السكري دون خوف. إذا كان لبن الخض غير صناعي نأكده باش يعني التخصص ليس في هذا، لا ننصح هكذا عن جهل. لبن الخض الذي يحضر من الحليب الطازج، لأن الأنزيمات تتلفها النار. إذا كان لبن صناعي، معنى لبن صناعي، لبن صناعي أننا نعقم الحليب ثم نزرع البادئات ستارترز، هذا يسمى لبن صناعي، هذا ليس هو الذي ننصح به. نحن ننصح باللبن الطبيعي الذي يأتي من التخمر الذاتي أو الطبيعي للبن للحليب الطازج أو الذي لا يعالج بالنار. اللبن جيد حتى الأشخاص اللي عندهم مشكل على مستوى الهضم. اللبن الخض هذا مع النشويات يعطي قيمة غذائية كبيرة. لا، لماذا؟ لأن البكتيريا اللبنية عندها خاصية أنزيم الفيتيز. أنزيم الفيتيز هي التي تحل الحمض الفيتيك الموجود في النشويات، ثم تحرر الأملاح المعدنية من الحديد والمنغنيز والكالسيوم والفوسفور وكذلك بعض الحمضيات الدهنية الموجودة في النشويات. غذاء متكامل. متكامل وجيد. هذه الوجبة نسميها في المغرب السيكوك، وتسمى في مصر بالكشك، الكشك المصري. هذه يعني هذا يعني نشويات مع لبن لبن الخض هو احسن يعني غذاء واحسن طريقه للاستفاده من اللبن. هناك سائل يقول هل تلك العلب يعني المكتوب عليها لايت، نعم، يعني منزوع الدسم،
هل فعلا نزع الدسم؟ لا، هذه أشياء تجارية فقط. هذه أشياء، هذه علي، هناك تغذية، هناك علم، هناك أشياء يعني ماركتين، يعني تجارة. هذا كلمة لايت لما تكتب على الحلويات هي تعني ليس فيه سكر المطبخ. نعم. سكروز. نعم. ليس فيه سكر المطبخ. نعم. إنما محلى بسكر كيماوي. كيماوي. اسمه الأزيسولفين بوتاسيوم، واسمه السايكلاميت، واسمه الأسبرتيم، واسمه السكراين. نعم. هذه لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا تهضم، فهي لا تعطي طاقة، فهي صفر كالوري، يعني ما فيهاش كالوريات. أما أن يكتبوا بدون كالوريات فلماذا نتناوله؟ إذا كان بدون كالوريات فلماذا نتناوله؟ نحن نتناول الحليب للكالوريات. 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 نتغدى به، أما إذا كان الشخص لا يحتاج كالوريات فلا يشرب حليب. نعم. يعني منزوع الدسم، حتى هذه منزوع الدسم، ولا الحليب الخطير هو اليو اتش تي، هذا الهوموجينايزد ميلك، هذا خطير على اصحاب القلب والشرايين. يو اتش تي القلب والشرايين خطير عليهم، حتى ان بعض الصناع في اوروبا يكتبون على التعليب هذا. نعم. يعني من الاحسن الا يستهلكوه الاشخاص الذين لديهم امراض القلب والشرايين، لان فمكتوب عليه. لماذا؟ لان الهوموجينايزد معنى الهوموجينايزد يعني ان الدسم يذاب بطريقه ميكانيكيه صناعيه، يذاب لكي لا يتحتل، لكي لا يكون هذا اللي كنسموه الفرارة، لكي لا يكون هذا الدسم فوق، فهو يكون متجانس. متجانس. عملية تجانس الدسم داخل الحليب، ثم يتصغر من حجم هذه الوحدات الدهنية. فتصبح تقريبا وكأنها دائبة، وهي دائبة. تترسب بسرعة عند أصحاب القلب والشرايين، وهي خطر على المصابين بالقلب والشرايين. مع كامل الأسف. إذن دكتور، هناك سائل يسأل أنه لا يشرب الحليب لأنه يصيبه بالإسهال، خصوصا إذا كان غير مغلى وهو محروم من العصائر التي تمزج مع الحليب. علينا يعني أسوأ عصير هو العصير الذي نضيف إليه لبن. نعم. العصير يسوى أو يعدل بالماء، لما نطحن فواكه نطحنها مع ماء معدني ليس مع حليب. ولكن هي عادة في المغرب علينا مش الحليب مع ليست عادة إنما موضة. نعم موضة. نعم. ولكن علينا العصائر التي لا يخلط الحليب مع الفواكه، لأن الفواكه سريعة الهضم والحليب ثقيل الهضم، بطيء الهضم، ولذلك يكون انزعاج. فبعض الأشخاص أنهم يسألونني دائما هذا السؤال، دائما يأتيني يوميا وأسبوعيا وشهريا، بماذا نعوض الحليب؟ نعم. فالشخص لا يحتاج حليب أصلا، الجسم لا يحتاج حليب. نعم. لماذا؟ لأن نعم. العناصر الموجودة في الحليب اللي منها الكالسيوم، الكالسيوم موجود في كل ما خلق الله. نعم. موجود في السمك، موجود في الفواكه الجافة، موجود في التين، موجود في القطاني، البقوليات هذه، موجود في الفواكه، موجود في الخضر، حتى في الماء الذي نشرب فيه كالسيوم. الكالسيوم ليس هو الذي ينقص في الطبيعة، الذي ينقص هو الامتصاص. ولذلك نعم. الأشخاص اللي يسألوا عن أنهم محروم من الحليب، إذا كان يعني يسبب له انزعاج فلا يشرب. هناك مشكل البيتالك، يعني هذه البيتالكتاز، البيتاغالكتوزيداز، والبيتاغالكتوزيديز هو الأنزيم الذي يحلل اللاكتوز. البيتاغالكتوزيديز موجودة كذلك في الحليب الطازج، وهي نعم. لما يخمر تبقى في اللبن. البيتا جالاكتوزيديز هذا، كاين هناك اشخاص ما عندهمش اللاكتيز، انزيم يحلل اللبن، في منهم سكان افريقيا، يعني الافارقه جل دول افريقيا عندهم مشكل مع الحليب، مشكل مع وعندهم انزعاج. نعم. فهذا الاشخاص ليس لديهم الانزيم الذي يحلل الحليب، ويجب ان لا يشربوا حليب فقط، لانه يسبب لهم انزعاجات. نعم. فممكن ان لا يشربوا حليب، ليس هناك اي مشكل. ولكن لماذا يسالونني بماذا اعوض الحليب؟ الانسان لا يحتاج حليب منذ فطامه. نعم. فالشخص لا يحتاج حليب، لان الحليب دائما مرتبط بالكالسيوم. نعم. وهذا كذلك سلوك خاطئ يجب ان نصححه للناس. يعني ليس لماذا كان الطب في السبعينيات والستينيات يتكلم عن كالسيوم الحليب؟ لماذا؟ لأن كالسيوم الحديد هو كالسيوم عضوي وليس كالسيوم معدني. هو على شكل فوسفوكازينات، يعني داخل، يعني كالسيوم فوسفوكازينات، كالسيوم الفوسفوكازينات، يعني هذه شكل عضوي، هو مع الكازينات مع بروتين الحليب يمتص بسرعة، فقط يمتص بسرعة. أما الكالسيوم موجود في الطبيعة، هو موجود في كل الأغذية، حتى النشويات والقطاني، الفواكه الجافة، التين مثلا، هذا اللفت الأصفر، اللفت الأصفر فيه هذا، واللفت يعني في الخضر، في الفواكه، نعم، كل هذه والفواكه الجافة مثل التين واللوز والجوز، يعني السمك في الشعير في كالسيوم بكثرة، هذه الأملاح معدنية كلها موجودة في الطبيعة. فلماذا يسأل الناس بماذا أعوض الحليب؟ هو أصلا لا يحتاجه.
ولا يحتاج إن وجد. يعني حتى الطبيب ينصحك إذا كان نقص في الكالسيوم اشرب الحليب. نصيحة قديمة هذه. يعني ما زالت قديمة للعنى. جدا نصيحة قديمة هذه نصيحة الستينيات والسبعينيات. ما زالت نصيحة قديمة جدا. لماذا؟ لأن كان معروف كانوا كيدرسوا شيء قليل من علم التغذية. نعم. كانوا يدرسون أشياء هكذا مجملة. الحليب مصدر الكالسيوم. هو مصدر من مصادر الكالسيوم وليس المصدر الوحيد وليس المصدر الأمثل. أنا أقول ليس المصدر الأمثل. المصدر الأمثل للكالسيوم الفواكه الجافة هم النشويات والسمك. جيد. هذه هي المصادر يعني المثلى. دكتور أنت ترفض أن نمزج الحليب بالفواكه الطرية إذا ما مزجناها طبعا مع الفواكه الجافة؟ مع التمر أحسن. مع التمر؟ عصير أحسن خليط هو التمر والحليب واللوز مثلا أو حتى الفواكه الجافة كلها ليس هناك مشكلة. وأحسن يعني تجانس لللبن الخض أو الحليب هو مع النشويات. نعم. هو يمشي مع النشويات خصوص لبن الخض. نعم. لماذا؟ لأن لبن الخض إذا مزج مع النشويات فالبكتيريا اللبنية هي تحل حمض الفيتيك. هي يعني البكتيريا قوية في حل حمض الفيتيك. ثم لما يحل حمض الفيتيك خصوص إذا كان سميد الشعير. نعم. سميد الشعير مع لبن الخض. نعم. هذه يعني وجبة عالية بالنسبة للنساء المرضعات. نعم. وبالنسبة كذلك للأطفال الصغار. نعم. هذه وجبة جيدة. نعم. وكذلك الشيوخ لأن الناس الكبير السن لأن يكون عندهم مشكل نقص في الكالسيوم. الشعير مع لبن الخض هو يكون أعلى تركيز من الكالسيوم وأعلى تركيز من الأملاح المعدنية. سائل من اليمن يقول لك أن أمه كانت ترغمه على شرب الحليب مع ملعقة عسل عند النوم. نعم ممكن ليس جيد عموما ليس جيد ولكن كيف ما كانت ترغمه علي بعض الممارسات مع الأسف الشديد الكثير من الدول يعني يرغمون الأطفال على شرب كوباية لبن قبل النوم. نعم. هذه ممارسة خاطئة وسلوك خاطئ في التغذية. نعم. يعني لماذا؟ لأن في الليل يجب أن لا يتناول الشخص أي شيء. الشيء المسموح به ليلا هم الفواكه الجافة مثل التمور. التمور مسموح بها ليلا. الماء والتمور حتى الفواكه الطرية ليس هناك مشكل لأن في الليل ليس هناك هضم. ليس هناك هضم. الجسم ساكن. والله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا. ليس هناك أكل وليس هناك أي شيء. ولكن مع الأسف الشديد هذا تناول الحليب قبل النوم وسلوك الآن ظهر أنه سلوك خاطئ. يعني كان في وقت السبعينيات والثمانينيات النصائح كلها قديمة. هذه ممارسة كلها قديمة. يعني الآن العلم التغذية تقدم بكثير يعني وحتى أنه سيرقى إلى درجة علاج هذه الأمراض التي الآن مستعصية على العلاجات الطبية.